سي 8 4 7 7 0 0 موبايل 42 660 زين 7 5 6 2 6 2. Thank you.
يوم ما تيجي الدوره في اسبوع، يوم ما تيجي الدوره في اسبوع تكون دفعت اسبوع الدوره وتكملين بعد انتهاء الدوره وتكملين بعد هذا الاسبوع. طبعا كل عمليه هاي في الشهر الثاني كذا هذه هي عندك الألم النهائي. طبعا تشربين الخلطة هذه تشربين النعناع المعنية الميليتيا حتى في أشياء كذا تستخدمينها معها بكميات متساوية. طبعا تستخدمين النعناع الخزامة الميليتيا المعنية مثل مثلا ملعقة صغيرة من النعناع، ملعقة صغيرة من الخزامة، ملعقة صغيرة من الميليتيا، وملعقة صغيرة من المعنية بكميات متساوية. تكونين صغيرة تحطينها على كاس مية مغلية تشربينها قبل النوم، تشربينها قبل النوم. هذه أثناء استخدامك للخلطة، أثناء استخدامك للخلطة هذه بإذن الله راح يمنع عنك الألم نهائياً. و
Unkörper. Das heißt, wenn man Muskelrehe hat, ist Unkörper. Man ist gerade ein Kind, das ist doch mal, was zu dem Kind natürlich auch. Also, das ist ein Kind, das ist ja ein Kind, das ist الأحمر لكن حطينا الحين من زيت الزيتون هناك شوي من الحنة الحمراء. حطينا الحين من زيت الزيتون هناك شوي من الحنة الحمراء والزبادي حتى يتماسك الخليط. حطينا الحين من زيت الزيتون شوي من الحنة الحمراء والزبادي حتى يتماسك الخليط. حطينا على شعر تركينا ساعتين بين 4 ساعات ويفضل إنك تعلم شعرك للشعرات الشعرية. إذا تحرير يصير شعرك أحمر فات. طيب روح بكم. هنا علاج السنة يزيد يعني زيادة في الوزن أبي أسمع شلون علاج السنة يعني زيادة في الوزن أبي أسمع علاج النحافة تصدق؟ طيب إذا تصدق علاج النحافة لازم تتأكد أول شيء كم تسمع لازم تتأكد أول شيء ما تطعم أي مرض من المرض اللي بيناها قبل المرض الوراثية يعني تكون المرض الوراثي يكون عندك مثلا فقر دم يعني أنيميا يكون عندك مثلا تكون عندك السكر الجدول هذا لحوم الأسماك ما استغنى عنها في علاج النحافة. هذه ضرورية جدا في برنامج زيادة الوزن للنحافات ولو تحمل سعرات حرارية لكل مية جرام منها. طبعا لحوم البط سعرات حرارية لكل مية جرام 30 سعرات حرارية. لحوم البط الوز 349 الرومي الديك الرومي 280 جرام حراري الديك الرومي طبعا اللي تحت منه ما ادري زي دلوقتي احنا كانت عن الميتين بس الحمى البط الوزي الرومي الارانب في ناس كثير ارانب ما ادري في ناس كثير ارانب هذا 194 فاصلة 9 ملوخية في الشعب الارانب الشعب الناس الصحيح في الناس كثير يحبون الملوخية الملوخية كثير الارانب طيب اوكي 194 حرارة حرارية الحمارة من مشوي 105 الدجاج المشوي 130 سعرة حرارية اللحم البقر المشوي 273 سعرة حرارية السمك البلطي المشوي هذه كلها تاكلها يعني غالبي من اهم الاشياء في علاج النحافة السمك البلطي 100 سعرة حرارية هذا لكل 100 جرام الجمبري 90 الهمبرجر اللي يحبون الهمبرجر فورا بنعالج الحرارة 286 سعرة حرارية. اللانشون هذا حق اللحم المدخن حق البقر هذا المعلب 294 سعرة حرارية. المثال اللي يصير في السجق كذا الأطماع 592 سعرة حرارية. البسبوسة 1 جرام من البسبوسة السادة هي 480 سعرة حرارية. بسبوسة بالمكسرات 100 جرام فقط 620 سعرة حرارية. هذول الاثنين خذ منهم وراح تسلم. شوف
die das Muster für die Emission ist dann der Vorschlag für die Mittelkultur der Bakterien. Thank you.
Thank you.
تتنجل من حبة البارك تكون صوت وكسوة تكون مدية يعني هاي صوت تكون صوتها ونفس تنجل من طبعاً جدا مكيكم سنة لكم من الزيتون تنجل من حبة البارك تنجل من تنجل من الحلسيكة الصوتها أصبحتم كلهم مع بعض حطوا كهيدة الزجاجة تنجل من تقسيم بعيان مكيكم فترة تنجلها عشان سنة تتماسك مع بعض بعد الأربع أيام تكون تهمي من بداية الصدر لين آخر الفصل والظهر كله لين شد الأطراف شهر شهرين في شهر الأطراف نصف من شيء مش من الأطراف أم وليد للرياض كان سيدي أطيام عن كتبه في أبوكم ودار جارتي أخر أشياء اسمها اسلو يا أخي وليد شو هذا صحيح والله ما أعرفه اسلو يمكن يعرف إنسان هذا من كان يقول لي حشيشة السؤال شوفي كمين يروح يتحرك وكل شيء فيه حشيشة السؤال كل يوم قال الحشيشة حطيت كاس مية مغلية شربيها مرتين باليوم راح يخليك الدورة في المويه تتسحر العقل أول ما تصحي من النوم المويه تتسحر العقل أفضل شيء تركي سعر 35 ريال في المية مغلية في فنجان المويه تتسحر العقل حطيها في كاس مية مغلية كاس مية حارة يعني وخليها 10 دقائق بعد كذا اشربيها بعد كذا اشربيها وراح يخلص في المليان خمس فندق كثير شهر اربع يوم شهر خمس فندق في بعض الاشياء تحت عندنا من الشيء صراحه بطاطس او زيت الورد تفتيح حملات الصلاه في الجسم يعني ما عندك زيت الورد زيت الورد ادهني فيه في جميع المناطق السوداء بالجسم اذا الا الاماكن الحساسه اذا كانت الاماكن الحساسه تخلين جسمك وتدعكين على سطح الجلد فقط على سطح الجلد فقط مع الاستمرار هي الاستمرارية المثال كيف تستخدم الامر التسميم نص العنزك انزج اسمه انزج حق التسليم هذا زياده الوزن اسمه انزج مش انزج اسمه انزج تاخذها لمده 60 يوم ملعقه قبل الغداء وملعقه قبل العشاء اسمه انزج هذا زياده الوزن بعد السلام بالنسبه للوصفه العامة ملعقة من اللبن ملعقة الشوفان المكسور ربع ملعقة من مية الورد ربع ملعقة من الخميرة وذهب مية الورد وعصير الليمون ربع ملعقة من عصير الليمون هذه مرة ثانية ملعقة من اللبن ملعقة الشوفان المكسور ربع ملعقة من مية الورد ربع ملعقة من الخميرة وضرب مية الورد من الليمون ربع ملعقة من عصير الليمون بعد تحط المكونات هذه كلها مع بعض وتحطها على الوجه كلها ما عدا حول العين هذا طبعا يقطع البشرة يقطع الهواء وتضرب عليها ثلاث مرات في الأسبوع راح تلاحظ الفرق في كل حتة من الأدوية المشجعة الأنف والفول والمزاج نصوص مو كاملة ساكت، هذه نصوص طبعاً والله مو كاملة ساكت. الله يسلمك يا أبو هند، هي لك وكيلة شغلة مستقيمة. محمد عمران، تذكر من البوستات هنا. صح، آخر شيء محمد، في عندك اسمه صعب المترو.
amor de Dios en Israel, los pueblos que podrían desplazar de nuestro que acá también la estaba para que venía con Israel, la que se aprovechara en los casos de la situación cuando el COVID-19. Salud, gracias. No voy a necesitar esta área, viendo en París. Es serio, lo que es un poco loco. Es serio, lo que es un poco loco, es un poco loco. Bueno, voy a jugar nuestra parte de la semana.